قراءة القرآن بالقلب ما تسمى قراءة، وبالنسبة لقراءة القرآن بالعين فقط ما تسمى قراءة. القرآن من أراد أن يقرأ القرآن فليحرك لسانه، قال جل وعلا: لا تحرك به لسانك لتعجل به، حتى لا تستعجل فيه، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. ولذلك ما يسمى من نظر في كتاب أو في مصحف فقط من دون أن يحرك شفتيه على أنه قارئ. القرآن من أراد الأجر فعليه أن يحرك شفتيه. بالنسبة للصلاة السرية أو الركعات السرية في الصلاة الجهرية، لا بد من تحريك اللسان، لا بد أن يضطرب اللسان قولا في القرآن. يعني لابد لما تقرأ الفاتحة، الآن أشوف بعض الناس في المساجد يصلي وشفتيه مغلقتين، هذا ما صلى، هذا ما قرأ ولا صلى. الذي يصلي هو الذي يحرك لسانه، والشفتين تبع للسان، الشفتان تبع للسان، فإذا تحرك اللسان تحركت الشفتان. لابد من اللفظ يا أخي الفاضل، ولابد من الهمس، تسمع نفسك حتى وأنت في الصلاة السرية، تخرج بعض الآيات وبعض كلمات القرآن، تسمع نفسك ما تسمع جيرانك، لا تسمع نفسك، في همس، لا بد من هذا. وقراءة القرآن العادية هذه بالنظر أو بالقلب ما تسمى قراءة، إنما نظر وتفكر وتدبر. أما القراءة التي يؤجر عليها الإنسان بكل حرف حسنة فهي النطق باللسان. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المجالس التي لا يذكر فيها الله عز وجل، وما اجتمع قوم في مجلس ثم قاموا عنه ولم يذكروا الله إلا قاموا عن مثل جيفة حمار والعياذ بالله، كما جاءت بذلك الأحاديث. والغيبة هذه والعياذ بالله هذه فاكهة مجالس أغلب الناس الآن، وهي تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، وأصبح وللأسف الشديد أغلب مجالس الناس هي القيل والقال والغيبة والنميمة والكذب والسخرية، وهذا مما حرمه الله عز وجل، هذه من حصائد الألسن، هذه والعياذ بالله من الذنوب العظيمة التي يتساهل بها كثير من الناس. النبي عليه الصلاة والسلام قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قال الصحابة: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والنميمة والعياذ بالله نقل الكلام على جهة الإفساد. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يدخل الجنة نمام. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة والعياذ بالله. السخرية كذلك، السخرية، يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. هذه مجالس شيطانية والعياذ بالله، المجالس التي تعقد على غيبة ونميمة واستهزاء وسخرية وكذب، هذه مجالس إيمانية؟ لا والله، هذه مجالس شيطانية. الشيطان وضع كرسيه في هذه المجالس، حتى لو كان يعني من يجلس فيه من أهل الصلاة وأهل الصيام، هذا لا يجوز ومحرم، يتنافى مع أخلاق المؤمن. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر له امرأة تقوم الليل وتصوم النهار إلا أن ما تحفظ لسانها عن جاراتها، قال: هي في النار، هي في النار. وذكر له امرأة يعني ليست بمثل تلك المرأة من حيث الصيام والقيام النوافل، لكن تحفظ لسانها عن جاراتها، قال: هي في الجنة.